الموضوع وراه سر كبير، بس انا مو قادره اعرفه. وانت منو طلب منك تعرفين هالسر؟ احمد، انت من شنو خايف؟ ما انا مو شايفه شيء. لا تلعبين معي هاللعبه، فهمتي؟ احمدي الله على النعمه وانسي هالسوالف اللي ما وراها غير الهم والمشاكل. بمجرد سالتي سؤال موضوعك شاكه فيني، بعد ما يبي له شيء واضح. بصراحه شيء وايد يخوف. لان هذا مجرد حلم. وايد عوامل تاثر على الجسم، ايش كثر يتقبل او ما يتقبل. اذا زرعوا فيه جزء من جسم غريب عنه. الكلام اللي سمعته اتمنى انك ما تقولينه حق احد. دكتور، اعطيتك عيوني من الاحد الى الخميس، التاسعه مساء بتوقيت ابو ظبي، الثامنه بتوقيت السعوديه على قناه ابو ظبي.